السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أبناؤنا وبناتنا طلاب مدرسة تبارك الخاصة. حرصا على مواصلة رحلة العطاء والتميز لطلاب تبارك، وانطلاقا من رؤية المدرسة واهتمامها بالتحصيل الدراسي، وطبقا لتوجيهات الفاضل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يونس بن مرهون الرحبي، أنشئت منصة تبارك التعليمية لشرح المواد الدراسية باستراتيجية التعلم عن بعد لطلابنا الأعزاء. ونبدأ معا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف العاشر، وما زلنا معا مع الوحدة الخامسة ودرس المقادير الجبرية النسبية. هنتعرف النهاردة على المقادير الجبرية النسبية والعمليات عليها. تعالوا نتعرف مع بعض على المقادير الجبرية النسبية. وقبل ما ندخل في الدرس تعالوا نتذكر التحليل. تحليل الفرق بين المربعين اللي هو لو قلنا ألف أس 2 ناقص باء أس 2 اللي هو عبارة عن ألف ناقص باء في ألف زائد باء. تحليل الحدودية الثلاثية اللي على شكل سين تربيع زائد باء سين زائد جيم، كنا بنشوف عددين حاصل ضربهم جيم ومجموعهم باء. عددين حاصل ضربهم جيم ومجموعهم باء. التحليل بأخذ العامل المشترك، إن هنا لو ألف سين زائد ألف هاخد ألف مشترك وأقسم ألف سين تقسيم ألف يديك سين، وألف تقسيم ألف بواحد. تحليل الفرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين، هنا ألف أس 3 زائد باء أس 3 هتبقى الجذر التكعيبي للأولاني زائد الجذر التكعيبي للتاني، وبعدين مربع الأول عكس الإشارة الأول في التاني زائد مربع الأخير. وطبعا لو هنا سالب هتبقى هنا سالب بس هنا هتبقى موجب. وكده يبقى ايه، رجعنا اجزاء التحليل الاساسيه اللي انا ممكن احتاج لها في المسائل. جمع وطرح المقادير الجبريه خطوات الحل. اول حاجه نحلل البسط والمقام، تاني حاجه نوحد المقام، بعد كده نختصر المتشابه كل كسر على حده، وبعدين نوحد الايه المقامات. طيب بيقول لحضرتك القسمة والضرب، هنحلل البسط والمقام، وبعدين لو ضرب هنختصر أي حاجة في البسط مع أي حاجة في المقام، إنما لو قسمة هنحول القسمة لضرب ونقلب اللي بعد علامة القسمة ونختصر أي حاجة في البسط مع أي حاجة فين في المقام، والباقي يبقى هو ده الناتج. تعالوا نتعرف على تمارين على الدرس عشان نفهم الدرس بصورة أوضح وصورة أكبر. بيقول لحضرتك ناتج قسمة 3 في س زائد 4 على س تربيع ناقص 16 في أبسط صورة. طب البسط يتحلل؟ ما يتحللش، خلاص هو جاهز. لكن المقام يتحلل اللي هو كام؟ س زائد 4 جميل في كام؟ في س ناقص 4. س زائد 4 هنختصرها مع س زائد إيه؟ 4. هيتبقى في البسط كام؟ 3. وفي المقام أحسنتم س ناقص 4، يبقى ناتج قسمة 3 في س زائد 4 على س تربيع ناقص 16 هيطلع 3 على س ناقص 4. طب هنا أنا عايز أوحد المقامات، طبعا دول كسرين فممكن أضرب المقام في المقام وبعدين ضرب إيه تبادلي، 7 في ص ب 7 ص تربيع، وبعدين ص في 2 ص ب 2 ص تكعيب، وبعدين 7 في 7 ب 49، بالتالي مفيش اختصارات، هتبقى 2 ص تكعيب زائد 49 على 7 ص تربيع اللي هي الاجابه رقم ايه؟ د. جرب معايا. حل تاني زي ما احنا اتعلمنا مع بعض، هنا في ص تربيع هنا مفيش، هنكتب هنا ص تربيع ونضربها فين؟ في البسط. هنا في 7 يبقى هنضرب في البسط والمقام ايه؟ 7 في 7 يبقى فوق 49 على 7 ص تربيع، وهنا 2 ص تكعيب على 7 ص تربيع ونجمعهم على بعض يطلع 2 ص تكعيب زائد 49 على 7 ص تربيع. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك اذا كان 1 على س زائد 3 زائد 1 على س ناقص 3 بتساوي هاء س على س زائد 3 في س ناقص 3، فما قيمة هاء س؟ أنا عشان أوحد المقامات دي قلنا هنضرب المقام في المقام أهم، وبعدين كأني بعمل ضرب تبادلي، 1 في س ناقص 3 يبقى هنا س ناقص 3 زائد 1 في س زائد 3 بس زائد 3، يبقى أنا عندي س ناقص 3 زائد س ناقص زائد 3، فناقص 3 تروح مع زائد 3 وهجمع السين والسين هيبقوا 2 س،
يبقى الهاء سين هتساوي كام؟ هتساوي 2 سين. طيب ناتج القسمة زي ما قلنا هنحلل سين تربيع ناقص 16 هتبقى سين زائد 4 وسين ناقص 4، اختصر سين زائد 4 مع البسط هيتبقى 3 على سين ناقص ايه؟ 4. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك ما أبسط صورة للمقدار؟ طبعا لو أنا حللت ده هيبقى سين تربيع ناقص 4 لما حللها هتبقى سين زائد 2 وسين ناقص 2. هنا في سين ناقص 2 زيادة عن المقام ده، فهضرب المقام ده في سين ناقص 2 واضرب كمان البسط في سين ناقص ايه؟ 2 زي ما احنا اتعلمنا مع ايه؟ مع بعض. فيبقى المقام موحد اللي هو سين تربيع ناقص 4. طيب البسط هنا سين ناقص 2 ناقص سين، فالسين تروح مع السين هيتبقى في البسط ايه؟ سالب 2، وفي المقام سين تربيع ناقص 4، يبقى الإجابة ايه؟ ب. بيقول لحضرتك إذا كان دالة سين بتساوي 3 سين ناقص 4 والهاء سين 3 سين ناقص 12 سين تربيع، فما قيمة هاء سين ناقص دال سين؟ عايز يقول هاء سين دي ناقص الدال سين دي. تعالوا نطرح 3 سين ناقص 12 سين تربيع ناقص 3 سين زائد 4، فيبقى عند حضرتك 3 سين ناقص 3 سين هيروحوا مع بعض هيتبقى سالب 12 سين تربيع ناقص سالب 4 يعني سالب 12 سين تربيع زائد 4 يعني 4 ناقص 12 سين تربيع، يعني 4 ناقص 12 سين ايه؟ سين تربيع. مجرد ما حضرتك تحطهم في وضعية الطرح وتحط بينهم علامة الطرح، طبعا لما تضرب بشرط السالب في أي حاجة بعدها بتغير إشارتها. بيقول لحضرتك إذا كان قاف سين زائد سين زائد 2 على سين تربيع ناقص 4 بتساوي 1. طبعا بالعقل يا شباب دي زائد دي بتساوي 1، أنا محتاج القاف سين يبقى دي هتنتقل الطرف الثاني بعكس الإشارة، يعني 1 ناقص سين زائد 2 على سين تربيع ناقص 2. احنا قلنا أول حاجة بسط لو في تبسيط، فأنا ملاحظ إن أنا لو حللت المقام هنا اللي هو سين زائد 2 في سين ناقص 2، سين زائد 2 هتختصر هيبقى كأني بقول 1 ناقص 1 على سين ناقص 2. الواحد ده أنا مسميه إيه؟ المتحولون، بيتحول لأي حاجة، 5 على 5 2 على 2 3 على 3 سين زائد 2 على سين زائد 2، لكن أنا هنا هحتاجها سين ناقص 2 على سين ناقص إيه؟ 2، يبقى سين ناقص 2 على سين ناقص 2 ناقص 1 على سين ناقص 2، يبقى المقامات متوحدة سين ناقص 2 وفوق سين، ها برافو عليك، سين ناقص 2 جميل ناقص كام؟ 1، تبقى كام؟ سين ناقص 3 على سين ناقص 2، سين ناقص 3 على سين ناقص ايه؟ 2، برافو عليك. يا ريت تكتب الخطوات دي بايدك معانا كده وان شاء الله تجد الامور طيبه. نفس الكلام بيقول لحضرتك اذا كان ده بيساوي ده، 1 ناقص 4 على سين زائد 4 بيساوي ق س على س تربيع زائد 8 س زائد 16، فأي مما يأتي يمثل ق س؟ يبقى أنا محتاج الأول أجمع دول، قلنا الواحد ده متحولون هتبقى كام على كام؟ برافو ممتاز، هتبقى س زائد 4 على س زائد 4، يبقى المقام موحد س زائد 4، وفي البسط س زائد 4 ناقص 4 فالأربعة تروح مع الأربعة تبقى إيه؟ س. بس ده المقام ده يا أستاذ س زائد 4 في س زائد 4، يبقى محتاج أضرب بسط ومقام في س زائد إيه؟ 4، اضرب بسط ومقام في س زائد ايه؟ 4، هيطلع فوق كان باقي كام هنا؟ كان باقي س، في س زائد 4 يطلع كام؟ س في س بس تربيع وس في 4 ب 4 س، يبقى س تربيع زائد 4، يبقى ق س عباره عن س تربيع زائد 4 س، س تربيع زائد 4 ايه؟ س، س تربيع زائد 4 ايه؟ س، احسنتم. السؤال التالي بيقول لحضرتك ضع المقدار 2 على س ناقص 3 زائد س على س زائد 3 ناقص 12 على س تربيع ناقص 9 في أبسط صورة. طبعا المقامات غير موحدة يبقى لازم أوحد الإيه؟ المقامات. طبعا دي س تربيع ناقص 9 اللي هي عبارة عن كام؟ برافو، س ناقص 3 في س زائد 3، يبقى أنا عايز في كل مقام من المقامات س ناقص 3 في س زائد 3، س ناقص 3 في س زائد 3، فتجد إن المقام الأولاني عنده س ناقص 3 يبقى محتاج نضرب بسط ومقام في س زائد 3، فضربت فوق في س زائد 3 وبقت تحت س تربيع ناقص 9، هنا عنده س زائد 3 يبقى هنضرب في س ناقص 3 هتنضرب في البسط والمقام أهي
يبقى المقام هيبقى س تربيع ناقص 9، والبسط س في س ناقص 3. الأخير المقام هو مش محتاج يزيد حاجة، يبقى ناقص 12 على س تربيع ناقص 9. المقام حللته س ناقص 3 في س زائد 3، نضرب 2 في س ب 2 س، 2 في 3 بكام؟ 6، ودي س في س بس تربيع، س في سالب 3 بسالب 3 س ناقص 12. هبدأ أقول له يبقى س تربيع تنزل، وادي سالب 3 س وموجب 2 س يطلع سالب س، وهنا موجب 6 وسالب 12 يطلع سالب 6. عندي عددين حصل ضربهم 6 والفرق بينهم 1، أحسنت، 3 في 2، والكبير هياخد إشارة الأوسط، يبقى س ناقص 3 في س زائد 2 على س ناقص 3 في س زائد 3. هختصر س ناقص 3 مع س ناقص 3، هيتبقى س زائد 2 على س زائد 3. س زائد 2 على س زائد ايه؟ 3. وبكده يكون انا وصلت لابسط صوره للمقدار بمنتهى السهوله والسلاسه. كل اللي محتاجه ان اوحد المقامات بشكل ايه؟ صحيح، والكلام ده احنا اتدربنا عليه وحاطين له قواعد موجوده في دفتر الحصه عندك، راجعها بشكل جيد، وما تنساش كل التدريبات، الدفتر مليان التدريبات، ارجع حلها تاني عشان تتميز وتكون ان شاء الله من الحاصلين على الدرجات النهائيه. ضع المقدار س على س زائد 1 زائد س ناقص 2 على س تربيع ناقص 1 في ابسط ايه؟ صوره. هبدا اوحد المقامات، طبعا لما احل المقام هنا هيبقى س ناقص 1 في س زائد 1، يبقى المقام ده محتاج ينضرب في كام؟ في س ناقص 1، يبقى هنضرب س في س ناقص 1، وهنا ده هينزل لان المقام جاهز، س تربيع ناقص ايه؟ 2. نضرب يا شباب س في س بس تربيع، س في سالب 1 بسالب س، وهنا زائد س ناقص 2، فالسالب س تروح مع الموجب س، هيتبقى س تربيع ناقص 2 على س تربيع ناقص 1، س تربيع ناقص 2 على س تربيع ناقص ايه؟ 1. وبكده يكون حلينا السؤال. تعالوا نتعرف مع بعض على سؤال جديد ونشوف ازاي نعرف نحله مع بعض. ص على ص ناقص 2 ناقص ص على ص زائد 2، ايوه موجود عندك في الدفتر، عارف وجبته لك في الاختبار قبل كده. تعالى مع بعض نشوف ونفتكر مع بعض كنا بنحله ازاي. كنت بقول لحضرتك المقام ده في س ناقص 2 وده في س زائد 2، يبقى ده محتاج ينضرب في س زائد 2، ضربت البسط ص في عفوا في ص زائد 2، يبقى ص في ص زائد 2، وهنا محتاج ينضرب في ص ناقص 2، ضربت البسط والمقام في ص ناقص 2، فبقى المقام ص تربيع ناقص 4. ابدا اضرب القوسين الاولانيين، ص في ص بص تربيع، وص في 2 ب 2 ص، سالب ص في ص بسالب ص تربيع، وسالب ص في سالب 2 بموجب 2 ص. طبعا ص تربيع وسالب ص تربيع هيروحوا مع بعض، هيتبقى 2 ص، وهنا 2 ص يبقوا 4 ص. كل ده على كام؟ على ص تربيع ناقص 4. كل انا عملته ان انا ايه؟ وحدت المقامات. حد هيقول لي يا استاذ ما انا ممكن اضرب المقامين في بعض، جميل، واضرب ضرب تبادلي ص في ص زائد 2 وهنا ص في ص ناقص 2 واحط منهم علامه ناقص، جميل، وتفك الاقواس وتجمع الحدود المتشابهه هتوصل ل 4 ص على ص تربيع ناقص 2. الموضوع سهل جدا، محتاج ان حضرتك تركز. تعال معانا والسؤال الجديد بيقول لحضرتك س زائد 7 الكل اس سالب 1 ناقص 2 س على س تربيع ناقص 9. يعني ايه اس سالب 1؟ برافو عليك، اي حاجه اس سالب 1 يعني 1 على الايه؟ على الحاجه اللي قدامك، يعني معناها 1 على س زائد 7 ناقص 2 س على س تربيع ناقص 49. دي اللي انت ممكن تحللها، س ناقص 7 في س زائد 7، ونوحد المقامات على س ناقص 7 في س زائد ايه؟ 7. طيب لما وحدت المقام، المقام هنا محتاج ينضرب في كام بسط ومقام؟ في س ناقص 7، يبقى 1 في س ناقص 7 في س ناقص ايه؟ 7 ناقص 2 س نزلت، فيبقى عندي س ناقص 2 س يبقى سالب س، والسالب 7 تنزل، ده انا شايف ان سالب س وسالب 7 خدت سالب مشترك، هيتبقى س زائد 7، اختصرها مع س زائد 7، يتبقى في البسط سالب 1 والمقام س ناقص 7. تعالوا نتعرف على سؤال وفكرة جديدة، ويكون آخر فكرة معانا في الدرس ده بإذن الله. بيقول لحضرتك أوجد ناتج ميلي، س على س زائد 4 ناقص 8 على س ناقص 4 زائد 64 على س تربيع ناقص 16. س تربيع ناقص 16 فرق بين المربعين اللي هم كام في كام؟ برافو عليك، س زائد 4 في س ناقص إيه؟ 4، يبقى هنوحد المقامات على
س تربيع ناقص 16 اللي هي س زائد 4 في س ناقص 4. هنا س زائد 4 هضربها في س ناقص 4 بسطول مقام زي ما انتم شايفين. هنا س ناقص 4 هضربها في س زائد 4 بسطول مقام زي ما انتم شايفين. هنا س زائد 4 وس ناقص 4 موجودين، خلاص البسط يفضل زي ما هو. المقامات موحده، ابدا اضرب وابسط البسوط. س في س بس تربيع، س في سالب 4 بسالب 4 س، بعدين هنا سالب 8 في س بسالب 8 س، وبعدين سالب 8 في 4 بسالب 32، وبعدين زائد 64. س تربيع هتنزل مفيش حاجه تاني زيها. سالب 4 س وسالب 8 س يبقى سالب 12 س، وهنا سالب 32 زائد 64 بموجب 32. هل عندي عددين حصل ضربهم 32 ومجموعهم 12؟ نعم، 4 في ايه؟ في 8، يبقى س ناقص 4 بس ناقص 8، الاكبر خد اشاره الاوسط، وسالب في موجب بايه؟ بسالب. في اختصارات في يا استاذ، س ناقص 4 مع س ناقص 4 هيتبقى س ناقص 8 على س زائد 4. وبكده يكون وصلنا لنهايه درسنا النهارده، وكل عام وانتم بخير مع اطيب الامنيات، بالنجاح والتوفيق والتميز الدائم. استاذ محمد عبد المجيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.